سعد، علي معلول، السوليه، حمدي فتحي، حسين الشحات، ناصر ماهر، رمضان صبحي، اجاي، ايمن عبد الغفار، اكرامي، وسعد، وياسر، ومعلول، وهاني، وحمدي. تقريبا الكل مجمع على تشكيل معين للنادي الاهلي. محمد صلاح بيقول اكرامي، معلول، سعد سمير، ايمن اشرف، محمد هاني، حمدي فتحي، السوليه، ناصر ماهر، رمضان صبحي، حسين الشحات، جونيور، اجاي. برضو معلش ننزل عشان حضراتكم بعتين كتير جدا، ف ناخد من تحت شويه. ابو تريكه محمد بيقول اكرامي، معلول، سعد سمير، ايمن اشرف، محمد هاني، حمدي فتحي، السوليه، ناصر، رمضان، حسين، جونيور، اجاي. ابراهيم محمد بيقول اكرامي، هاني، معلول، ياسر، سعد، السوليه، حمدي فتحي، الشحات، ناصر، رمضان، اجاي. يعني كله دلوقتي بيجمع على وجود اجاي كراس حربه في الفتره اللي جايه. تقريبا التشكيل اصبح واضح، واصبح يعني الناس كلها عارفه تشكيل النادي الاهلي، لان مارتن لاسارتي خلال الفتره الاخيره بيثبت التشكيل بشكل كبير جدا جدا جدا. فعشان كده تقريبا الناس كلها تقريبا مجمعه على تشكيل واحد. طيب ازارو يخوض تدريبات منفرده، لسه هيكمل تدريبه بقى خلال هذه الفتره الناحيه البدنيه، وبعد كده ان شاء الله يخش مع الفريق بشكل جماعي. صلاح محسن ينتظم في المران الجماعي للفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي. ولاسارتي يحفز احمد فتحي في جلسه منفردة. قعد مارتن لاسارتي وعقد جلسة مطولة مع أحمد فتحي على هامش المران اليوم، وتحدث لاسارتي على انفراد، وذلك في إطار الأسلوب الذي يتبعه المدرب الأرجواني مع اللاعبين للتجهيز من الناحية المعنوية والنفسية. ممكن الموضوع ده يقول لك أصل أحمد فتحي اتخانق مع لاسارتي. ممكن الناس تطلع بكرة تقول كده، أو بالليل ممكن كمان شوية كده يقول لك كده، يقول لك أحمد فتحي أصله كان قاعد في قناة الأهلي قالوا إن هو كان قاعد مع لاسارتي فاتخانقوا بقى مع بعض. هو ده اللي ممكن يتقال، خدوا بالكم الفترة اللي جاية. دايماً هكرر معلش الكلام ده كل شوية عشان ما تنسوش، لأن الفترة اللي جاية كل مجموعة اللاعبين المصابين إن شاء الله إن شاء الله هيبقوا متواجدين مع الفريق، وبالتالي هتبتدي الحروب تتجدد بطرق أخرى. لاسارتي يشرح للاعبي الأهلي نقاط قوة الجونة، وعبد الحفيز وسباستيان يحضران مواجهة شباب الأهلي والداخلية زي ما حضراتكم شايفين في اهتمام.